تحت رعاية سعادة الأستاذة فائقة بن سعيد الصالح وزيرة الصحة، نظم قسم الجلدية بمجمع السلمانية الطبي احتفالا بمناسبة يوم الصدفية العالمي، والذي يقام هذا العام تحت شعار تحكم بمرض الصدفية ولا تدعه يتحكم بك، وذلك بحضور عدد من المسؤولين بوزارة الصحة. وأكدت وزيرة الصحة على أن هذا الاحتفال بهذه المناسبة يأتي من أجل التأكيد على العديد من الإجراءات والخطوات التي تهدف لرفع مستوى الوعي الصحي عند المرضى والأطباء والقائمين على رعاية المرضى والمجتمع عموما بمرض الصدفية ومضاعفاته وطرق التعايش مع هذا النوع من الأمراض الجلدية على وجه التحديد. مرض يصيب جلد الإنسان بالتهابات مزمنة غير معدية، هو مرض ذاتي المناعة ينتج عن اختلال جهاز المناعة، يظهر على هيئة بقع حمراء سميكة وينتشر بين 1.2 مليون مريض حول العالم. يستدعي زيادة الوعي لدى المصابين به بكيفية التعامل معه، ولغير المصابين كيفية الوقاية منه وحماية المجتمع من الانتشار به. هذا ما أكدته سعادة الأستاذة فائقة بنت سعيد الصالح وزيرة الصحة لدى رعايتها حفلا بمناسبة يوم الصدفية العالمي. الاحتفال باليوم العالمي لمرض الصدفية، هذا الاحتفال هو الهدف منه هو تثقيفي وتوعوي ليس فقط للمرضى، للمجتمع بأجمع، بحيث أن الكل يعرف عن هذا المرض وهناك مسبباته وكيفية أيضا تفادي حصول مثل هذا المرض من خلال مثلا النظام الغذائي، من خلال البيئة اللي يعيش فيها هذا المريض. احتفال جاء في إطار حرص وزارة الصحة الدائم على تشجيع جهود ومبادرات القائمين على تقديم الرعاية الطبية بتوفير أفضل وحدات سبل العلاج المتطورة عالميا للمرضى وللمصابين بهذا المرض المزمن، ووقاية لهم من مضاعفات هذا المرض وتطوراته. مكاننا كمؤسسة علاجية بالنسبة حق مستشفيات العالم، يعني احنا في المصاف، بما أن العلاجات كلها متوفرة مجانا، لا تحتاج لا تأمين صحي ولا تحتاج تعقيد، كل المطلوب أن المريض يتابع بمواعيده، يهتم بالجرعات ويتواصل مع طبيبه. احنا علينا العلاج وهو عليه قسم اللايف ستايل تشينج. اهتمام وزارة الصحة بدعم مرضى الصدفية ومساعدتهم على التحكم بمرضهم جاء عن طريق حثهم على الالتزام بالعلاج والمتابعة الطبية بشكل متواصل، وذلك من خلال تأهيل الطواقم الطبية المتخصصة لمتابعة المرض والقيام بتنفيذ برنامج علاجي ووقائي متكامل يحقق المتابعة الطبية الدقيقة لمرضى الصدفية بشكل متواصل. مريضة صدفية، صار لي حوالي 10 سنوات أعاني من الصدفية. ابتدى المرض وياي من فترة المرحلة الإعدادية، ما كنت أعرف شيء عن المرض صراحة، كنت أتابع علاجي في عيادات خاصة يعني، وأخذ أدوية، مجرد أدوية موضعية، لحد ما تحولت على مجمع السلمانية الطبي، وهما يعني بدورهم وصفوا لي علاج الإنبل بعد ما حاولوا وياي جميع العلاجات الثانية الموضعية وعلاج الأشعة فوق البنفسجية، ما جاب نتيجة وياي. فعلى علاج البيولوجي الحمد لله استفدت، وحين صار لي فترة 5 سنوات يعني أخذ العلاج. الأطباء والمختصون يشيرون في دراساتهم إلى أنه وإلى حد الآن لا يوجد علاج شاف من الصدفية، إلا أنه بفضل الفهم العميق ساعدت الأدوية الجديدة والفعالة في السيطرة عليه. مسؤولية الوقاية من مرض الصدفية مسؤولية مشتركة تبدأ من الوقاية الكاملة بهذا المرض، كما تفعل وزارة الصحة اليوم، انتهاء بمحاولة العلاج من هذا المرض الذي وصلت نسبته إلى 2% من سكان العالم، أي 1.2 مليون مريض حول العالم. يحيى العمري لمركز الأخبار.